مشاهدينا، وللمزيد حول آخر تطورات المشهد في المنطقة الخضراء مع استمرار اعتصام أنصار التيار الصدري في البرلمان، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. مرحبا بك يا سيد أحمد. أهلا ومرحبا، حياكم الله. في ظل استمرار اعتصام أنصار الصدر في البرلمان، كيف تبدو الأجواء في محيط البرلمان والمنطقة الخضراء حاليا؟ نعم، الأجواء في المنطقة الخضراء ما زال الآلاف من أنصار مقتدى الصدر يتجمعون داخل بناية البرلمان العراقي، وكذلك يتجمعون في باحات بناية البرلمان العراقي بعد قيامهم بنفض المئات من الخيم لكي يبيتوا في داخلها أو لكي يتم تقديم المياه والأكل أيضا من خلال هذه الخيم. نعم. بينما استمر توافد الممثلين عن عشائر الجنوب وكذلك عشائر الفرات الأوسط، حيث لغاية اليوم شاهدت العشرات من مواكب العشائر العراقية من أهالي الجنوب يتوافدون إلى داخل البرلمان العراقي وهم يحملون صور مقتدى الصدر وكذلك يحملون الرايات الخاصة بعشائرهم. أيضا في محيط المنطقة الخضراء استمر انتشار سرايا السلام وهي الجناح العسكري للتيار الصدري، وأيضا شاهدت نعم القوات الأمنية في ساحة التحرير وكذلك بالقرب من كرادة مريم عند مداخل المنطقة الخضراء. نعم سيد أحمد، قلت أن هناك توافد عشائري لعشائر الوسط والجنوب، أين يمكن أن نضع هذا الدعم لمظاهرات واعتصام التيار الصدري وأنصاره؟ كيف يمكن أن يفهم؟ يفهم من زاوية أن التيار الصدري يبدو عازما هذه المرة على يعني تسليط ضغط شعبي، وذلك بما يمتلك من قاعدة شعبية واسعة ورثها مقتدى الصدر من والده محمد الصدر منذ الثمانينات ولغاية هذا اليوم. يبدو أن التيار الصدري عازم هذه المرة على تقديم نفسه كالقوة الشيعية الأولى على العراق، بعد أن كان يعتبر نفسه جزء من المكون الشيعي. يبدو أن التيار الصدري كما قلت هذه المرة عازم على تقديم نفسه كقوة شيعية الأولى في العراق، وأيضا على تحقيق مطالبه المتمثلة بإعادة كتابة الدستور وأيضا إقصاء من يمثلون خصوم سياسيين له داخل المكون الشيعي، بالإضافة إلى توليه قيادة الحكومة القادمة. طيب، يعني هل ما زال زخم التوافد متواصل ومستمر لغاية هذه اللحظة، أم يعني الأعداد توقفت أو الأعداد الموجودة هي فقط متواصلة بالاعتصام؟ التوافد ما زال مستمر، يعني الممثلين على العشائر وكذلك سيارات الحمل يعني شاهدتها وهي تنقل الآلاف من أنصار التيار الصدري من ساحة التحرير إلى بوابة المنطقة الخضراء عند وزارة التخطيط. نعم. هذا التوافد يبدو أن غضب، ويبدو أن التيار الصدري ما زال يعني يدفع بأنصاره نحو المنطقة الخضراء في إصرار واضح على استمرار التظاهرات وكذلك على اعتصامهم داخل البرلمان، بعيدا عن الأخبار التي وردت حول انخراط التيار الصدري أو قبوله بمفاوضات مع أطراف الإطار التنسيقي أو قبوله بمبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظم. طيب، على ذكر الإطار التنسيقي والمظاهرات التي قاموا بها الأمس، هل هناك تواجد لهم اليوم بمحيط المنطقة الخضراء؟ أبدا لا يوجد أي تواجد لهم،
يوم أمس سمعنا أنهم عازمون على إقامة اعتصام دائم، لكن بمجرد انتهاء تظاهرتهم التي استمرت لمدة ساعتين فقط قاموا برفع الخيم التي كانوا ينوون نصبها عند مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق. الأوضاع هنالك في منطقة الجادرية ووصولا إلى ساحة جسر الطابقين طبيعية تماما، مع وجود انتشار اعتيادي القوات الأمنية في تلك المنطقة. طيب في ضمن المشهد الذي تصفه الآن من استمرار التوافد ووجود عشائر من الوسط والجنوب، كيف هي الترتيبات الأمنية في المنطقة الخضراء وفي محيط البرلمان؟ الترتيبات الأمنية أخذ زمامها سرايا السلام، يعني سرايا السلام ينتشرون بداية من ساحة الطيران وصولا إلى بناية البرلمان العراقي. نعم. هنالك تواجد لقوات الشرطة الاتحادية. نعم. وكذلك تواجد ضعيف لقوات الجيش العراقي، ولكن الانتشار الأوسع هو لعناصر سرايا السلام وكذلك لمتطوعين من التيار الصدري بما يعرف هنا في بغداد بأنهم اللجان التنظيمية لاعتصام المنطقة الخضراء. نعم. هؤلاء هم من يتولى ترتيب الأوضاع الأمنية وكذلك ترتيب وتنسيق عملية دخول جموع أنصار التيار الصدري القادمين من مختلف مناطق العراق وكذلك العاصمة بغداد. طيب تناولنا خبر قبل الاتصال بحضرتك أنه قيادة عمليات بغداد وجهت بفتح المنطقة الخضراء من جهة بوابة وزارة التخطيط، هل تم فعلا فتح الطرق وهل أثر غلق الطرق على التوافد وسيل التوافد إلى البرلمان والمنطقة الخضراء؟ يعني ما سمعت السؤال كامل لكن فهمت ما تريد يعني أن تسأله. القوات الأمنية اليوم يعني أعلنوا عن إعادة فتح جسر السنك لمرور سيارات المدنيين بعد أن شهدت العاصمة العراقية بغداد وعلى مدى الثلاثة أو الأربعة أيام الماضية اختناقات مرورية كبيرة جدا، يعني أدت إلى شلل تام في حركة وسير المركبات داخل العاصمة بغداد. نعم. لذلك وبعد أن كما ذكرت قبل قليل بعد أن تمت بين سرايا السلام وبين التيار الصدري وبين القوات الأمنية التي تبدو أنها متعاونة جدا وإلى أبعد الحدود مع سرايا السلام وكذلك أنصار التيار الصدري، اتفقوا على إعادة فتح هذه الجسور. نعم. واليوم يعني كانت الحركة اعتيادية والسيارات تعبر من كلا صوبين العاصمة بغداد من الكرخ إلى الرصافة وبالعكس، ويعني يبدو أنه الأمر أصبح يعني أمر واقع. نعم. والسلطات الأمنية تحاول أن تساير الأوضاع كما هي. طيب اليوم سمعنا خبر عن حريق في البرلمان في دار الضيافة داخل البرلمان، الحكومة تقول أنه بسبب تماس كهربائي، هل من تفاصيل حول هذا الحريق؟ للأسف يعني الأنباء تضاربت حول هذه القصة، يعني هنالك من قال بأن أنصار التيار الصدري قاموا بإشعال النار بكدس للنفايات التي نعم. جاءت بسبب يعني استخدام قناني المياه البلاستيك وكذلك مخلفات الطعام وغيرها من التي تركها أنصار التيار الصدري خلال اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء. إلا أن وكالة الأنباء العراقية ذكرت بأن الحريق حصل في أحد أجنحة دار الضيافة السابق في مجلس الوزراء وهي بناية مجاورة لبناية البرلمان العراقي، لكن يبدو أنه كان حريقا محدودا وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماده على جناح السرعة. طيب هناك أنباء متضاربة حول توجيه الصدر لأنصاره بفضل الاعتصام، وأيضا الصدر يقصد الاعتصام خارج فقط قاعة مبنى مجلس النواب وليس الخروج
إلى أمام مجلس النواب وحوله، يعني تفاصيل هذه التوجيهات. التوجيهات كانت واضحة من ما يعرف بوزير الصدر وهو قيادي في التيار الصدري. التوجيهات نصت على بدء إخراج أنصار التيار الصدري من بناية البرلمان العراقي والسماح لهم بإقامة اعتصامهم في باحات البرلمان العراقي وفي الحدائق والطرق المحيطة في البرلمان العراقي. واليوم شاهدت قيام اللجان التنظيمية التابعة للتيار الصدري بإخراج أنصار التيار الصدري من. فقدنا الاتصال مع السيد أحمد الجميلي. على أي حال نشكرك الشكر الجزيل السيد الصحفي أحمد الجميلي، كنت معنا من بغداد.